السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم خاص بدرس الراندة للمبتدئات على جوج. كما كتشوفوا مغلف وكيجي نقي وزوين وخفيف. كيجي من جوية بجوج كما كتشوفوا نقي من جوج جوية. بالنسبة لهذا الدرس تقدر ديريه في جلابة خفيفة ولا قميص، المهم راه خفيف وزوين. وانا درت هنا جوج لوينات، تقدروا ديروه يعني بلون واحد او جوج لوينات او ثلاثه لوينات، المهم هذا الشيء كيبقى اختياري، الالوان كتبقى اختياريه. انا عطيتكم غير الطريقه وبغيت نديرو جوج لوينات باش يجي باين. ونبداو على بركه الله. ما درت الحبكه، انتم تقدروا تخدموا عادي على الثوب، ولكن من الاحسن الحبكه كتجي كيجي زوين، يعني كتجي الخدمه سهله. انا خدمت هنا على الحبكه. وبالنسبه للحبكه فهي سهله، وغير تبعوا الطريقه. بالنسبه للبنات اللي هي المبتدئات تبعوا الطريقة. كما كتشوفوا كنضرب في الثوب، هذه هي الضربة الأولى في الثوب، وكنعاود في نفس البلاصة. يعني الطريقة راه واضحة. كتبقاو البنات غاديين غير ضربة في الثوب، وفي نفس البلاصة كنعاودو ضربة، يعني ضربة ديال الراندة. فهنا البنات من بعد ما كنكمل الحبكه ديالي، انا هنا بديت جوج لوينات، وغادي نوريكم هنا كيفاش تدفنوا هذا الخيط الا كانت عندكم الحبكه بحالي. المهم غادي نبداو باللون الاول. انا هنا بديت، مشى ليا هذا المقطع، ماشي مشكل. هنا راه الخيط برمتو على جوج شعرات، انتم تقدروا تبرموا على ثلاثة، تقدروا تبرموا على أربعة، غير على جوج شعرات كيجي نقي وكيجي زوين، وحتى على ثلاثة كيجي مزيان. المهم هنا بحال انتم البنات غتضربوا في الثوب، تضربوا جوج ضربات في الثوب، وكديروا الشوكة الأولى. كما كتشوفوا كتلوي جوج مرات وتعاودوا تعقدوا، ديروا الضربة الثانية يعني في الحبكة، وتلويو جوج مرات، وفي الشوكة الأولى في الراس ديالها كناخذ الإبرة ديالي وتاني كنلوي جوج مرات. دابا درت جوج شوكات، وهنا كنجي فين درت، يعني فين درت العين الاولى كنخشي الابره، وكنخلي الخيط دائري، وكندفعو هنا بظفري شويه ونجر باش تبقى عندي بحال الشوكه الفوق، وكنرجع لنفس البلاصه ثاني. كنبقى من نفس البلاصه وانا كنغلف هذاك الخيط، كنبقى نرجع لنفس البلاصة، وهداك الخيط كنبقى نحطو دائري صافي. وكن يعني ربعة المرات، ثلاثة أو ربعة المرات على قد القياس اللي بغيتي. هنا كنجر هداك الخيط الفوقاني باش تبقى لي بحال الشوكة الفوق. هنا غادي نضرب في الحبكة، وغادي نلوي الخيط جوج مرات. يعني هنا راني بديت
في الدرس الثاني، وغادي نهز هنا هذاك الراس ديال الخيط، وغادي نضرب جو ونلوي جوج مرات. عاود ثاني نفس البلاصه الشوكه من الفوق، غادي نلوي جوج مرات، وهنا نخلي الخيط دائري ماشي بحال كما كنحبك، وندفع هنا بالضفر ديالي ونعاود ننشر هذاك الخيط نفس الشكل، نبقى نعاود فيه حتى نهبط يعني ثلاثه المرات او اربعه حتى نغلف هذاك الضرس ديالي. يعني بقاو غاديين على قياس واحد، غلفتوه باربعه، بقاو غاديين على اربعه، غلفتوه بثلاثه، بقاو غاديين على ثلاثه، يعني نفس القياس. هنا غادي نبدل الخيط، ثم تقدروا ديروا جوج براوات، ديروا جوج براوات باش الخدمه تبقى غاده بزاف. وهذا الطرس راه دغيا كيطلع، المهم كان ونخدم على الخيط الاول. هنا عندي الشوكه الاولى غادي نخدمها كما كتشوفوا، راني خدامه على الخيط الاول، كنبقى نخدم عليه. وهنا عندي الشوكه الثانيه، صافي البنات كنبقى نكرر نفس العمليه اللي درتها في الاول. وهنا الخيط كنخليه دائري، ما كنديروش على شكل عقيده، صافي. وكندفع بالضفر ديالي، كندفع الخيط باش ما يجينيش واحد على واحد، صافي. هنا الخيط الثاني، وهنا الخيط الثالث، هنا الخيط الرابع، صافي. هنا زدت خيط اخر، صافي. وغنضرب ونجر هنا باش تجيني واقفه، ونضرب الحبكه الاولى، صافي. نبدا الشوكه الاولى ونسدها، ندير غرزه، والشوكه الثانيه حتى هي جوج مرات، وندير الشوكه الثالثه. ثم تقدروا، انا درت هنا غير جوج شوكات، ثم تقدروا ديروا ثلاثه او اربعه قياس اللي بغيتوا، هي من الاحسن ملي كتكون صغيره كتجي حلوه وزوينه، يعني حتى الثلاثه كتجي مزيانه، اما لا درتي اكثر من ثلاثه كتجي كبيره بزاف. هي هاد المغلفه من الاحسن ديري غير جوج او ثلاثه، وكل واحد والاختيار ديالو. صافي كما كتشوفوا انا بعد ما ساليت، انا حطيت لكم غير الطريقه، وبعد ما ساليت هذا هو الشكل النهائي. نتمنى من الله يعجبكم وتستافدوا منه، بالنسبه للبنات اللي باغيين يستافدوا منه. وان شاء الله الى فيديو قادم، ان شاء الله الفيديوهات الجايين ان شاء الله غيكونوا هنا الدروس يعني للمبتدئات، ومن بعدها ان شاء الله غادي نحط درس ديال الحضور بالنسبه للتكشيطه او الجلابه ديال الحضور ولا قفيطين. الى فيديو قادم ان شاء الله.